وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واعف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الأدب. الأدب، خلصنا التصوف، انتهينا منه كله، خلصنا كله. انتهينا منه باب التصوف، انتهينا منه، معانا التسجيل. ها؟ متأكد؟ فين؟ احنا ما خلصناش التصوف؟ وقال إذا رأيت صوفي يعني بظاهره فأعلم أنه باطنه خراب، يعني متأكد هذا؟ هي دي؟ يعني احنا خدنا التصوف على ثلاث مرات؟ مرتين بس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل بقية باب التصوف. نحاول بقى نشد النهارده، ناخد بقية الباب وناخد باب الأدب، علشان عايزين نخلص بقى الرسالة، مش هنقعد نعمل فيها دكتوراه، عايزين نخلصها نشوف غيرها. وقال سيدنا سهل بن عبد الله التستري: الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا، لأنه لا يرى لنفسه ملك، لا يرى لنفسه خصوصية، لا يزكي نفسه على الناس، فهو حتى لو اغتابوه، حتى لو منعوه، لا يحزن من أحد ولا يفرح بأحد، لأن حزنه بعد عن الله وفرحه قرب من الله، فكان يتنازل عن عرضه للناس. يعني سيدنا الامام الشافعي له شعر كان يقول: كل من ذكرني، معناه يعني كل من ذكرني بسوء اسامحه لوجه الله، أرى يوم القيامة معوقا مسلما عن دخول الجنة؟ يعني هو مش عايز يشوف نفسه سبب انه يمنع مسلم من دخول الجنة يوم القيامة، حتى لا يسوء سيدنا محمد. يعني الانسان لما يسامح الناس، ادي معنى ان هو ملكه مباح. يعني لو واحد خد حقه يتنازل له عن حقه، يقول له خلاص بدل ما تاخده غصبا عني اعتبره حلال ليك، مش عايزه خالص، يتنازل. ولو واحد اغتابه يقول له انا اغتبتك، يقول له انا مسامحك، مش يقول له انت قلت ايه ويحقق. ولو قال يقول له لا انت تقصد، لا انت قاصد، لا انت بصيت لي بصه مش حلوه وهكذا. لا، فالصوفي لا يزكي نفسه. قربي هنا، قربي، مش هعرف اعلي صوتي عن كده. يا المايك مش لاقيين، ربنا يستر. ادي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا، لانه لا يزكي نفسه. وقال النوري: نعت الصوفي السكون عند العدم والايثار عند الوجود. السكون عند العدم يعني عندما يمنع او يقبض من الله يسكن ويصبر،
الإيثار عند الوجود، وإذا وجد يؤثر غيره. يا رب. وعليكم السلام. غير الصوفي عند العدم يجزع، عند العدم يجزع، لأنه ليس عنده صفاء نفس ولا رضا بقضاء الله، فإذا منعه الله شيئا جزع ولا يتحمل. ويقول لك مسكين لم يتحمل، راح العناية المركزة، ده جاله شلل نصفي، سمع الخبر اتشل ما قدرش ينطق، لأنه مش موطن نفسه أنه روحه تسكن عند شدة القضاء. لكن الصوفي عند شدة القضاء عنده سكون هدوء. والإيثار عند الوجود، وإذا أعطاه الله يعطي غيره. وقال الكتاني: التصوف خلق، يعني أخلاق، سيرة، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الصفاء. وقال أبو علي الرزداري: التصوف الإناخة على باب الحبيب وإن طرد عنه، يعني وإن وضع الحجاب بينك وبينه إلا أنك تلازم بابه على طاعته سبحانه وتعالى، حتى ولو أذاقك مر الحجاب، لأن في الحقيقة أنه لولا الحجاب ما تحملت المكث على بابه، فهو أراد بالحجاب صلاحك ولم يرد فسادك، لأنه لو رفع الحجاب لشهق الإنسان شوقا وما استطاع أن يتنفس مرة أخرى، كما رفع عن بعض الأولياء فشهق شهق ومات فلا يتحمل. تجلى الله على الجبل جعله دكا، فإذا تجلى الله على قلب العبد بغير حجاب لم يستطع يتدكتك، لا يكون هناك عبد، الله كان ولم يكن شيئا معه، ولذا وضع الحجاب رحمة بك ليكون لك وجود مع وجوده، ولتتنعم بنعمه، ولتتعرف عليه سبحانه وتعالى بأفعاله وصفاته، فلم يضع الحجاب بينك وبينه ليعذبك، ولكن أنت لقصر عقلك تظن أن الحجاب مرار وأن الحجاب عذاب، وفي الحقيقة أنه عين الرحمة. يعني في كسوف هيحصل للشمس يوم الأربعاء القادم، يعني نوصيكم بصلاة سنة في الكسوف بعد صلاة الظهر. اللي فكرني بالكسوف ايه؟ انك انت لا تستطيع النظر للشمس الا بمنظار، والمنظار ده حجاب، فالحجاب احيانا يعينك على الرؤية ولا يمنع من الرؤية، ليس كل حجاب مانع، بل احيانا هناك حجاب يوصل. ولذا كان صلى الله عليه وسلم هو الحجاب الاعظم الذي يوصل الناس الى الله، لان بغير النبي صلى الله عليه وسلم ما تستطيع الوصول. اذا كانت الشمس وهي من مخلوقات الله لا تستطيع النظر اليها الا بحجاب، فما بالك بالله عز وجل الذي خلقها، لا تستطيع الوصول اليه ولا تحمل تجلياته الا من خلال وضع منظار النبوة على عينيك وعلى حواسك حتى تستطيع ان تتلقى منه، كما لا تستطيع النظر الى الشمس حتى في حال كسوفها، حتى في حال كسوفها اقل ضوء فيه، لان القمر يقف امامه فيقلل، فاذا نظرت يمكن تتخطف الابصار، ويحذرك اطباء العيون من النظر الى الشمس في حال الكسوف من اجل الاشعات التي تخرج منها وغير ذلك. من اجل ذلك علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سماه سيدنا ابن بشيش في صلاته المشيشية الحجاب الاعظم، لانه حجاب موصل لا حجاب حاجب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، القرآن لو نزل على جبل ما تحمله. طب ما احنا تحملنا القرآن وقاعدين نقرأ ليل نهار، تحملناه لانه نزل على قلب النبي اولا، ثم اخذناه نحن من فم النبي، ولكن لم نأخذه من الله، لو اخذناه من الله ما تحملناه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حجابا موصلا، حجابا يعين على الوصول وليس حجابا مانعا. هو حجاب مانع لمن لم يؤمن به، مانع من الرحمة، مانع من التوفيق، وموصل الى الخذلان، ومانع للتوفيق وموصل للتوفيق لمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول: هو الإناقة على باب الحبيب وإن طرد عنه،
يعني لو لم يشعرك الله بمقامات المقربين اعرف ان هذا رحمة بك، لان ربما لو اشعرك لفسدت حياتك، وربما لأصبت بالعجب واصبت بالكبر وشعرت انك مميز على اقرانك ومميز على اهل عرضك، فاراد ان يحجبك عن هذا ليحجبك عن نفسك لا ليحجبك عنه. وقال ايضا صفوة القرب بعد كدورة البعد. يعني التصوف هو كل عالم من العلماء يصف التصوف على ما يشعره هو، لانه امور تذوقية، لان التصوف بدايته تخلي عن كل مذموم وتحلي بكل محمود، فيأتي التجلي وهو القرب. فهو يتكلم على التصوف بحال التجلي بعد حال التخلي والتحلي. صفوة القرب اي عند التجلي، بعد كدورة البعد حال التخلي والتحلي. وقيل اقبح من كل قبيح صوفي شحيح، لا يجتمع الشح والبخل ابدا مع صفاء القلب، لان صفاء القلب يؤدي الى الايثار، يؤدي الى عدم رؤية الخصوصية، يؤدي الى حب الخير للناس، فلا يجتمع البخل مع صفاء النفس ابدا. وقيل التصوف كف فارغ وقلب طيب. كف فارغ اي من الدنيا، يعني حتى ولو كانت الدنيا في كفه الا انه في كفه لينفقها، في كفه لا ليقبض عليها بل لينفقها. وقلب طيب. وقال الشبلي التصوف الجلوس مع الله بلا هم، يعني بلا هموم، لان الله سبحانه وتعالى يدبر الامر يفصل الايات، فاذا جلست تدبر امر نفسك مهموم بنفسك فكأنك تدبر نفسك، والصوفي ترك الامر لمن يدبر الامر، فجلس مع الله بلا هم، لا هم خلق ولا هم رزق ولا هم خوف. وقال ابو منصور الصوفي هو المشير عن الله تعالى، فان الخلق اشاروا الى الله. الخلق كلهم اشاروا الى الله وهو يشير عن الله، لان الخلق في حال سلوكهم يسلكوا لله، والصوفي بدأ لله ووصل الى الله وعاد للخلق بالله، فصار سمعه وبصره، بدأ اياك نعبد وانتهى اياك نستعين، اياك نعبد فنسب لنفسه العبادة، ثم بعد ذلك عندما اضاءت له انوار الحق علم ان الله هو الذي قواه فاستعان به، فصار يعبد بالله بعدما كان يعبد لله. فالخلق يشيرون الى الله وهو يشير عن الله اي بالله. وقال الشبلي الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق. الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق، انقطاع تعلق مش انقطاع تعامل، هو يتعامل مع الخلق لكن يتعامل مع الخلق على انهم صفات الخالق وفعل الخالق، فكأنه يتعامل مع الله في الخلق، فهو منقطع عن الخلق اي لا يحجب بحجاب الفعل عن الفاعل ولا بحجاب الصفة عن الموصوف، فهو منقطع تعلق لا منقطع تعامل وتواجد. الصوفي منقطع عن الخلق لانه لا يتعلق بالفعل، لانه لا يرى الفعل بذاته بل يرى الفاعل، ولا يتعلق بالصفة بذاتها بل يرى الموصوف سبحانه وتعالى. فالخلق كلهم ما هم الا اثار فعل الله واثار صفات الله عز وجل، فاذا تعامل مع هذه الاثار على انها مؤثرة بذاتها فقد انقطع بها عن صاحبه، ولكن من رزقه الله بوحدة الشهود فلا ان الفاعل واحد مهما تعددت الافعال، وان الموجود واحد مهما تعددت الصور، فقد انقطع عن الخلق الى الخالق، صار يتعامل مع الله في الاكوان ولا يتعامل مع الاكوان، لان الله خلق الاكوان لتوصلك، فقد تجلى فيها بصفاته سبحانه وتعالى، خلقها لتعلمك وتوصلك لا لتحجبك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، اي خلق كل هذا الخلق لتعلم، من اجل ان تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، فتجلى الله بقدرته
وأخفى وأظهر حكمته وأبطن قدرته في أكوانه حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فسبحان من أظهر الحكمة وأبطن القدرة في الملك، ومن أظهر القدرة وأبطن الحكمة في الملكوت، ثم بعد ذلك من جمع هذا كله في ذاته سبحانه وتعالى فكان الله ولم يكن شيئا معه. الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق كقوله تعالى واصطنعتك لنفسي، قطعه عن كل غير ثم قال لن تراني حتى يظل في كمال الشوق، اي قطع سيدنا موسى عن كل تعلق الا به، فلما ازداد شوقا اليه قال لن تراني حتى يظل في كمال الشوق. فهو يريد منك ان تكون على هذه الحال، ان تقطع كل العلائق. ولذا يقول سيدنا ابن بشيش حل بيني وبين غيرك، حل بيني وبين غيرك، اللي هو شرحها سيدنا عبد الله، قال ايه حل بيني وبين غيرك، حتى حل بيني وبين غيرك بقطع العلائق النفسانية ومنع القواطع الشهوانية، لان العلائق النفسانية والقواطع الشهوانية هي التي تحول بينك وبين الله. حل بيني وبين غيرك بقطع العلائق النفسانية ومنع القواطع الشهوانية حتى اشرف بخطابي يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. وقال الصوفية اطفال في حجر الحق، الصوفية اطفال في حجر الحق، ده التشبيه، التشبيه اللي يريد ان يبينه. الطفل الرضيع الذي لا يطلب من الدنيا الا اذا جاع يرضع من ثدي امه، اذا كان في حجر امه هل يطلب شيء؟ لا فرق بين ان يكون في حجر امه وهي في بيتها، او في حجر امه والسماء تمطر، او في حجر امه وامه معها اموال، او في حجر امه والشمس طالعة، او على حجر امه والليل مظلم، لا يفرق معها اي شيء، هو طالما في حجر امه راضي في كمال الرضا. فهم يريدون ان يبينوا حال الصوفي، طالما هو في كون الله والله هو الفاعل فيه فهو كأنه في حجر ربه فلا يطلب شيء مع الله. هذا المعنى لكمال توكله على الله ورضا بما قسمه له قبل معرفة القسمة. وقال ايضا التصوف برقة محرقة، هو بيعرفه من وجهة نظره، يعني التصوف وهي تصفية النفس بمنع القدرات النفسية، كأنك بتحرق نفسك حتى تتخلص من كل شوائبها ثم ترتقي بعد ذلك من نفس أمارة إلى نفس لوامة إلى نفس راضية إلى نفس مطمئنة إلى نفس مرضية إلى نفس متجلى عليها، فتخلص بعد ذلك إلى روحانية عالية ترجع إلى أصلها دراكة عالمة غير محجوبة. وقال أيضا هو العصمة عن رؤية الكون، يعني هو العصمة نفس المعاني كلها معاني واحدة، هي العصمة عن رؤية الكون، أي الاعتماد على سوى الله. العصمة بمعنى الحفظ، أي محفوظ في سره عن الاعتماد على سوى الله، فلم يحجب بالكون عن المكون، ولا بالفعل عن الفاعل، ولا بالحركة عن المحرك. وقال رويم ما تزال الصوفية بخير ما تنافروا، فإذا اصطلحوا فلا خير فيهم. يعني مجموع الصوفية طول ما هم متنافرين من أجل إرشاد بعضهم البعض لتكميل بعضهم البعض يبقوا بخير، إنما أول ما يرضوا على بعضهم مع نبي يزكوا أنفسهم يبقى دي بداية النقص. ما زال الصوفية بخير ما تنافروا، يعني أقابلك أنصحك وأنت تقابلني تنصحني، المرء مرآة أخيه. نقوم نبقى باستمرار نبين لبعضنا البعض عيوبنا التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الله. أما لو تقابلنا والكل يقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، يا أرض تهدي ما عليك أهدي زي ما بيقولوا المصريين، يبقى معنى كده أنه رضى عن نفسه، وطالما رضي عن نفسه يبقى دي بداية السقوط. ما تزال الصوفية بخير ما تنافروا، أي بالإرشاد
والتنبيه على النقائص. فإذا اصطلحوا أي بالمداهنة والرضا عن النفس فلا خير فيهم. وقال الجريري: التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب. التصوف هي مراقبة حالك مع الله والأحوال تتغير. الحال غير المقام، المقام فيه نوع من الاستقرار لكن الحال متغير. حتى أول ما تقابل واحد تقول له إزاي الحال، تقابله بعد ساعة تقول له إزاي الحال، لأنه الآن غير حاله بعد شوية. أول ما بتستيقظ من النوم حالك فيه نوع من الراحة، آخر النهار تلاقي حالك فيه نوع من التعب وعايز بقى تريح. وفي بين هذين الأحوال في كل لحظة في حال، حال فرح وحال سرور وحال قبض وحال بسط وحال عدم رضا وحال بدر، أحوال بتتغير على الإنسان. فالتصوف هي مراقبة الأحوال ولزوم الأدب مع كل حال، لزوم الأدب مع كل حال. فإذا أقامك في المعصية فلزوم الأدب هي المصارعة التوبة، وإذا أقامك بالنعمة في النعمة فلزوم الأدب هي الشكر عليه حتى لا تغضب بها عنه، وإذا أقامك في الطاعة فلزوم الأدب ألا ترى نفسك فاعلا فيها بل ترى الله ممتنا عليك فيها فلا تعجب بها. وإذا أقامك سبحانه وتعالى في البلية فلزوم الأدب هو الصبر عليها أو الرضا بها. يبقى كل حال له أدبه. وقال المزين: التصوف الانقياد للحق. وقال أبو تراب النخشبي: الصوفي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء. لا يكدره شيء لأنه كل شيء من الله. قل إن الأمر كله لله، فإذا كان الأمر كله من الله فلا يكدره شيء لكمال رضا بالله. ويصفو به كل شيء أي يصفو به كل كدر في الأكوان لكمال معرفته بحكمة الله الظاهرة فيها وقدرة الله الباطنة فيها. وقيل: الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه سبب. لا يتعبه طلب ولا يزعجه سبب لعدم تعلق قلبه بأي شيء، لأنه لا ينظر أن الأسباب توصل بذاتها، فهو يفعلها تعبدا غير معتمدا عليه، لأن الأمر من الله، ولذا يفعل من الأسباب ما استطاع، لأنه لا يعتقد أنها فاعلة أو مؤثرة. وإذا غاب عنه سبب من الأسباب لا يطلبه ولا يتعب في طلبه، لأن الأمر من الله يعطيه بلا سبب سبحانه وتعالى، فما تيسر. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل وأعدوا لهم كل قوة حتى لا يتعبك في الطلب. ما استطعت من قوة، ما استطعت من قوة، لو اجتمع المسلمون وكل ما استطاعوه هي بعض الآلات البدائية لأوقف الله سبحانه وتعالى تأثير الأسلحة الفتاكة عندهم بقدرته سبحانه وتعالى، ولكن لو استطاعوا هذه الأسلحة الفتاكة وتركوها عاقبهم الله لأنها صارت استطاعت. فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى لا يتعبك الطلب وحتى لا يزعجك السبب، فطب بما قسمه الله لك. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل ذو النون المصري عن أهل التصوف فقال: هم قوم آثروا الله عز وجل على كل شيء. فآثرهم الله عز وجل على كل شيء، لأن الله يعاملك بالمثل. إذا أردت أن تعرف أن الله يرضى عنك أو لا يرضى عنك فاسأل نفسك: هل أنت ترضى عن الله؟ إن كنت راضيا عن الله فهو راض عنك، إن كنت تحب الله فهو يحبك، إن كنت قانعا بالله فالله سبحانه وتعالى يجعلك العبد الرباني الحقيقي يقنعك. ولكن إن كنت لست راضيا تحمد الله بلسانك والقلب غير راضي وغير متوكل وغير مستعين بالله، ثم بعد ذلك تقول: أنا بخير مع الله لأني أحمده ليل نهار بلسانك، ولكن القلب بادر من كل شيء. وقال الواسطي رحمه الله: كان للقوم إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلا حسرات. كانت للقوم يعني للصوفية إشارات للوصول إلى الله، فلما أشاروا للوصول إلى الله تحركت أنفسهم شوقا إلى الله
فلما تحركوا شوقا الى الله، وهي حركة النفس وليست حركة البدن للوصول الى الله، حدث لهم نوع التجليات، فكلما تجلى عليهم زادوا شوقا فصارت حسرات، حسرات الشوق. وسئل النوري عن الصوفي فقال: من سمع السماع وآثر الأسباب. الصوفي هو من سمع السماع وآثر الأسباب، يعني سمع كل الأقوال التي توصله إلى الله، فصارت كل المواعظ توصله إلى الله، وكل لسان يوصله إلى الله، لأنه يسمع من الخلق على أن الخلق ألسنة الحق، ويؤثر الأسباب الموصلة إلى رب الأرباب. سمعت أبا حاتم السجستاني رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: قلت للحصري: من الصوفي؟ هو تفتكر الإمام الشيخ الحصري بتاعنا بتوع اليومين دول دي متألفة في القرن الرابع الهجري، ها أيامه. وقلت للحصري: من الصوفي عندك؟ فقال: الذي لا تقله الأرض ولا تضله السماء. الذي لا تقله الأرض ولا تضله السماء، لأنه يعبد رب الأرض والسماء، لأن إذا كانت السماوات والأرض خلقت لأجلك وأنت خلقت لأجل ربك. قال الأستاذ أبو القاسم: إنما أشار إلى حال المحن، الذي لا تقله الأرض ولا تظله السماء، يعني في حال المحو التام، يعني في مقام الفناء حيث لا يرى إلا الله، ويسموه مقام الفناء في الأحدية غير مقام فناء الواحدية. وقيل الصوفي: من إذا استقبله حالان أو خلقان كلاهما حسن كان مع الأحسن منهما. إذا خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما، والأحسن تملي هو الأيسر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الاختيارات يختار أوفق الأمور صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. انظر إليه صلى الله عليه وسلم عندما خيره الله أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، فجعله الله إمام للأنبياء والمرسلين، لأن من تواضع لله رفعه، فكان موفقا في كل شيء. وعندما عرض عليه الخمر واللبن والماء فشرب اللبن قال: أصبت الفطرة، أما لو شربت الخمر لغوت أمتك، ولو شربت الماء لغرقت أمتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل اختيار يختار الأحسن، والوارث المحمدي الحقيقي هكذا في كل اختيارات حياته يختار الأوفق والأحسن. إذا حصل مظلمة بينه وبين أخيه فالأحسن العفو والصفح، فيعفو ويصفح، وإن كان يجوز أن يأخذ حق، ولكن هو لا يفعل الجائز بل يفعل الأحسن. والله سبحانه وتعالى يقول: رحمة الله قريب من المحسنين، وقال: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يكن أكثر عمل، قال أحسن عمل، فهو مع الحسن باستمرار. وسئل الشبلي: لما سميت الصوفية بهذه التسمية؟ فقال: لبقية بقيت عليهم من نفوسهم، ولولا ذلك لما تعلقت بهم تسمية. يعني بيقول ان الصوفي المفروض يعني تمحو كل صفاته وتنمحي حيث لا تعلق له بالكلية، فلو تحقق بالكلية لما شعر به الخلق، لما شعر به الخلق أصلا، ولكن لبقية بقيت في نفوسهم شعر بهم الخلق فوصفوهم، إنما لو هم تصفوا تماما لذابوا في وسط الخلق لا يدري بهم أحد. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، إن بعض الأولياء إذا وجد لا يشعر به، وإذا غاب لا يفتقد، مش كده برضه؟ يعني لا يشعر به. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سئل ابن الجلاء: ما معنى قولهم صوفي؟ فقال: ليس نعرفه في شرط العلم، يعني ملوش تعريف جامع زي العلم كده، العلم له تعليم جامع، العلوم تملي قائمة على تعريفات جامعة منضبطة، إنما التصوف غير منضبط لأنه وجدانيات، والوجدانيات غير منضبطة. ولكن نعرف أن من كان فقيرا مجردا من الأسباب وكان مع الله تعالى بلا مكان ولا يمنع الحق سبحانه وتعالى عن علم كل مكان يسمى صوفيا، يعني مجردا من التعلق بالأسباب أي الاعتماد عليها لا بالأخذ بها. فالصوفي يأخذ بالأسباب غير متعلق بها، غير معتمد عليها، عبودية، أخذا بالأسباب عبودية، وقلبه على الربوبية معتمدا على الله لا على السبب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب يعني على أعلى مستوى، ولكن قلبه
متعلق بربه لا بالأسباب. وكان مع الله بلا مكان، يعني متعلق مع الله مش في مكان معين بل في كل مكان، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا يمنع الحق سبحانه عن علم كل مكان، يعني يكشف الله سبحانه وتعالى عن كل معلوم له. وقال بعضهم التصوف إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة. إسقاط الجاه يعني لا يرى لنفسه مزية، ولا تزكوا أنفسكم، ولا يطلب الشهرة، ولا يطلب المنزلة بين الناس، هذه معنى إسقاط الجاه. وسواد الوجه في الدنيا والآخرة، ويريد ألا يعرفه أحد، بل بعضهم كان يحب أن يظهر أمام الناس في حال نقص حتى لا يتشوش بالناس ولا يتعلق به. وقال أبو يعقوب المزابلي، عندك إيه؟ المزايلي. المزايلي، التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية، حال تضمحل فيها معالم الإنسانية لطغيان أحوال الروحانية عليها فتنمحي الإنسانية بالكلية. وقال أبو الحسن السيرواني الصوفي من يكون مع الواردات لا مع الأوراد، لأن الواردات من الله والأوراد من العبد، الوارد من الله والورد من العبد، فهو مع الوارد الذي يأتيه من الله لا مع العمل، فهو غير محجوب بتعاطي عن ربه ولا بورده عن وارده. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول أحسن ما قيل في هذا الباب قول من قال هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل. المزابل دي قد تكون مزابل النفس وتعلقاتها وشهواتها، فكنسها الله سبحانه وتعالى فأزاحها. ولهذا قال رحمه الله يوما لو لم يكن للفقير إلا روح فعرضها على كلاب هذا الباب لم ينظر كلب إليها، يعني من عدم تميزها. وقال الأستاذ أبو سهل الصولوقي التصوف الإعراض عن الاعتراض، الإعراض عن الاعتراض على الله أو على أحكام الله أو على أقدار الله أو على ما قسمه الله. وقال الحصري الصوفي لا يوجد بعد عدمه ولا يعدم بعد وجوده. الصوفي لا يوجد بعد عدمه، أي لا يوجد فيه بقية من علائق تمنعه من الله بعد انعدامها منه بالمجاهدة والتوفيق، ولا يعدم بعد وجوده حيث أنه إذا وجد الله وجد كل شيء، وإذا فقد الله فقد كل شيء. قال الأستاذ القشيري وهذا فيه إشكال، ومعنى قول لا يوجد بعد عدمه أي إذا فنيت آفاته لا تعود تلك الآفات، وقوله ولا يعدم بعد وجوده يعني إذا اشتغل بالحق لم يسقط بسقوط الخلق فالحادثات لا تؤثر فيه. مش سيدنا أحمد دردير في قصيدة أسماء الله الحسنى يقول إيه؟ بديع فأكشفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك أتقنا فيك أفنن. هي دي الحتة دي اللي عايزين يقول يا باقيا بك أتقنا فيك أفننا، هذه ده معنى لا يوجد بعد عدمه ولا يعدم بعد وجوده. يا باقيا بك أتقنا لا بأنفسنا وفيك أفننا أي عن أنفسنا. يبقى ممكن تعرفها بالبيت الشعر بتاع سيدنا أحمد دردير الكلام بتاعه، بديع فأتحفنا بدائع حكمة ويا باقيا بك أبقنا فيك أفننا، اللي هو قال عنها سيدي إبراهيم الدسوقي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي وقيوم. وزي ما قال برضو سيدي ابن بشيش وحل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك وما بكم من نعمة فمن الله. كلها معاني واحدة لكن كل عبر عنها بأسلوبه، لكن معاني واحدة.
ويقال الصوفي المصطلم عنه بما لاح من الحق. الصوفي المصطلم عنه اي عن نفسه، المصطلم اي المستغرق عن نفسه وشهواته. الاصطلام هي كمال الاستغراق، احنا نسميها في الاطباء في الحس غيبوبة، يعني في كمال الغيبة عن نفسه. عارف اما يبقى واحد في غيبوبة بقى ودخل للعناية المركزة بغيبوبة، تيجي تقرصه حتى ما يمدش ايده، حتى تيجي مفتح عينه تعمل له كده ما يبربش، لان هو مش شايف حاجة ولا حاسس بحاجة. هو بقى روحانيا كده مصطلم عن نفسه، يعني في كمال الاستغراق عن نفسه وشهواته بما لاح له من الحق. ويقال الصوفي مقهور بتصريف الربوبية، مستور بتصرف العبودية. الصوفي عين قلبه تنظر الى الربوبية، وجوارح حسه تتعلق بالاسباب عبودية. يبقى له عينان، عين على الشريعة وعين على الحقيقة. عين على الشريعة اخذا بالاسباب عبودية، وعين على الحقيقة توكلا على الله مراقبة لله مستعينا بالله. اياك نعبد عبودية واياك نستعين ربوبية. ويقال الصوفي لا يتغير، فان تغير لا يتكدر. يعني حتى ولو تغير في الظاهر الا ان لا يتكدر حاله مع ربه، فهو في كل حال مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عندما يرى الطفل يموت او ابنه يموت، فتعجب الصحابة، قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله. يعني لا يتكدر مع الله ابدا، هو يحزن ويفرح ويضحك ويبكي ويتعب ويستريح ويجوع ويشبع، ولكن لا يتكدر حاله مع الله ابدا. هكذا هو الصوفي. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت الحسين بن احمد الرازي يقول، سمعت ابا بكر المصري يقول، سمعت الخرازي يقول، كنت في جامع قيروان يوم جمعة فرأيت رجلا يدور في الصف ويقول تصدقوا علي فقد كنت صوفيا فضعفت فرفقته بشيء، فاداله حاجة لله كده. فقال لي مر ويلك، مر ويلك، يعني عدي، ليس هذا من ذلك، ولم يقبل الرفق. يعني هو يقول تصدقوا علي بدعوة اني اعود الى حال الصفو بيني وبين ربي، فهو فكر ان هو عايز صدقة خبز ولا مال ولا حاجة، فطلع مش فاهم. قال له مر مر، ده انت مش واخد بالك خالص. يعني لا يكدر الصوفي الا اذا فقد تعلقه بربي، هو ده اللي يكدره. ولكن الانسان العادي يكدره عدم وجود الاسباب في يده، اما الصوفي يكدره عدم تعلق قلبي بربي. باب الادب. قال الله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى. الادب، الادب ثمرة الشريعة. الشريعة اصلها العلم، انك تعرف ما الذي يريده الله منك وكيف تفعله، هي دي الشريعة. ولكن الادب كيف تفعله مع كمال الاحسان. يعني ممكن انسان واحد يصلي صلاة صحيحة من ناحية الفقه، لكن من ناحية الادب قلبه ملتفت الى غير ربه وهو يناجيه، فهو لا يراعي الادب، او قلبه غير متواضع، معجب حتى بصلاته، حتى بقراءته، حتى بعبادته، حتى هو في كمال حضوره يشعر بحضور نفسه، فكأنه هو فاعل، كأنه هو يقول انما اتيت على علم عندي، كأنه يقول بلسان حاله ادخل الجنة بعملي ولا ادخل الجنة برحمة ربي، فيكون غير مراعي الادب مع الله الذي وفقه واقامه بين يديه، والذي هداه وحباه، والذي عافاه واوقفه وذي الوقت فلم يستشعر بهذا. ولذا مراعاة الادب هي مراعاة الشعر الدقيقة بين الرجاء والامن، وبين الخوف والقنوط. العبد يعبد ربه بين الخوف والرجاء، الخوف اذا زاد عن حده انقلب الى القنوط واليأس من رحمة الله. مراعاة الادب الا ينقلب الخوف الى قنوط، والا ينقلب الرجاء الى امن. فاذا انقلب الرجاء في الله الى امن مكر الله يبقى لم يراعي الادب في الرجاء، واذا انقلب الخوف
الى حال القنوط لم يراعي الخوف، لم يراعي الادب في حال الخوف، في مقام الخوف. ثم بعد ذلك ان يراعي حال ترقيه في الخوف الى القبض، فيرتقي من الخوف الى القبض ولا يرتقي من الخوف الى القنوط. القبض هي السكون على مقدور الله واقدار الله، يسكن قلبه لكمال رضاه. فالقبض مقام اعلى من الخوف، ولكن بينه وبين القنوط مراحل كثيرة لا يدركها الا من يراعي مقام الادب. وكذلك مقام الرجاء اذا ارتقى يرتقي الى مقام الانس في حال الادب، ولا يرتقي الى مقام الامن من مكر الله في حال التخلي عن الادب مع الله. وهكذا كل مقام له مراعاة الاداب فيه. قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، اي عندما تجلى الله على نبيه بانوار ملكوته ما زاغ بصر قلبه عن ربه اعتمادا على الله، فلم تفتنه الاكوان عن المكون، مراعاة لحال الادب مع الله. فكلما تجلى الله على قلب نبيه صلى الله عليه واله وسلم ما زاغ بصر قلبه عن ربه اعتمادا عليه وفرحا به، لا حجابا بالنعمة عن المنعم، ولا انشغالا بالتجلي عن المتجلي، ولا بالكرامة عن المكرم، ولا بالمعطي عن ولا بالعطاء عن المعطي سبحانه وتعالى. فده كان كمال ادب من النبي صلى الله عليه وسلم حال اسرائه ومعراجه، فوصفه الله قائلا: ما زاغ البصر وما طغى. قيل حفظ آداب الحضرة، أي الحضور مع الله، أي معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله في أفعاله، فهذا مقام الحجاب في الأفعال. معرفة الله بصفاته، هذا مقام الحجاب في الصفات. معرفة الله في ذاته، حيث لا ينظر إلى صفات ولا إلى أفعال، بل ينظر إلى كمال الذات، وهذا مقام الفناء في الأحدية. وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء في التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقهوهم وأدبوهم. يبقى الفقه علم والأدب فضل إحسان، يبقى الفقه علم شرائع والإحسان أداب. والإيمان عقائد. خد بالك ان العلم ان كان نافعا يؤدي الى الطاعة، والطاعة تؤدي الى الجنة، والادب يؤدي الى الله. يبقى الطاعة تؤدي للجنة والادب يوصل الى الله، فرق كبير. فعوام المسلمين بطاعتهم يدخلوا الجنة، وخواص المسلمين يصلوا الى الله. والله سبحانه وتعالى اشار الى هذا المعنى في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه احدا، يعني حتى ولا اجر ولا جنة ولا غيره، هو يتمتع بها لا حجابا بالمتعة ولكن فرحا بالمنعم، خلافا لمن يتمتع بها فرحا بالنعمة ثم يحمد على المنعم على النعمة. فهو يفرح بالنعمة ويحمد المنعم على النعمة، ولكن المؤمن الخاص العالي لا يكون فرحه وسروره الا بربه، وان كان متعاطيا للنعمه، فلا تشغله النعمه عن المنعم. فالادب يوصل الى الله، والطاعه توصل الى الجنه. والادب مقام احسان، والطاعه مقام اسلام وايمان. اخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال: اخبرنا ابو الحسن الصفار البصري قال: حدثنا غنام قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال: حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق الولد على والده ان يحسن اسمه ويحسن مرضعه ويحسن ادبه. يبقى الادب هنا ثمرة العلم، ثمرة العلم، يعني مش يعلمه بس، ده حق الولد على والده انه زي ما يحسن اسمه ويحسن هيرضع من مين، لان الانسان بيتأثر برضه من مرابعه، لان الطعام له تأثير على السلوك، ولذا حرم الله علينا الخبائث، فالانسان اذا اكل الحرام اثر على سلوكه واثر على نفسه،
توجد